بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة نشرح القاعدة ما قبل الأخيرة، خلاص يعني هنشرح دي، وإن شاء الله معنا قاعدة أخيرة اللي هي حذف قاعدة F أو بدائل F، ودي القاعدة اللي قبلها على طول. دي يونت 17 وحدة 17، نتكلم عن قاعدة سهلة وبسيطة وجميلة، والحل بتاعها رهيب النهاردة، وبصراحة انبسطوا جدا أنتوا بتحلوا القاعدة. هي بتتكلم اسمها وش، نسميها قاعدة وش، تمام؟ هي بتكلم عن الايه؟ عن التمني. قاعدة وش دي بنقسمها ثلاث أجزاء. كم جزء؟ ثلاث أجزاء. أول جزء بنقول عندنا حاجة اسمها تمني، تمني أو بنسميها أمنية في المضارع. أمنية في المضارع، من معنى الكلام أفهم إنه الشخص دياتي بيتمنى حاجة دلوقتي. فالأمنية بتاعته دي فين؟ في المضارع، اسمه تمني في المضارع. أو بمعنى تاني، لا يوجد كلمة زمنية دالة على الماضي، مفيش كلمة بتدل على الماضي. يعني مدام ما عنديش yesterday ولا last ولا ago ولا مثلا ولا once مثلا، ولا مفيش أي حاجة من الكلمات بتدل على الماضي، خلاص انا بستخدم امنية في المضارع. الامنية في المضارع دي بقى بتستخدم لها زمن ايه عشان تعبر عنها؟ بنستخدم لها زمن الماضي البسيط. استخدم معاها زمن ماضي بسيط. ايه هو الماضي البسيط ده؟ هو اللي بيتكون من دي او اي دي و اي اي دي، او ممكن يكون فعل ايه؟ فعل شاز، تمام؟ زي لما اقول مثلا بلاي وبلايد ووتش ووتشد، او اقول مثلا جو بيجيت وينت، او مثلا ام واز ار بيبقوا ووز وير، وهكذا. خلاص فعل هاف اللي هو يملك يبقى الماضي بتاعه هاد، فده اسمه زمن الايه؟ زمن الماضي البسيط. عارف بالظبط زي لما اقول ايه مثلا اي ويش اي هاد ا موبايل. شايف الجملة دي فيهاش اي كلمة دالة على الماضي، فاستخدمت الفعل ايه؟ الفعل هاد. زائد بقى ايه؟ زائد ان انا اصلا معنى الجملة، معنى الجملة خلي بالك كويس، معنى الجملة بيدل على تمني في المضارع، مش معاي موبايل، انا نفسي يبقى معاي موبايل بس، فبتمنى امنية في المضارع. ده الجزء الاول، خلصنا كده منه. طيب الجزء الثاني بيتكلم عن تمني في الماضي، او بنسميها امنية في الماضي. يعني ايه امنية في الماضي؟ يعني يوجد كلمة دالة على الماضي، لازم يكون في عندي كلمة دالة، زي last last ago last week مثلا last year او كده، او كلمة ago، او كلمة مثلا yesterday بالامس، كل الكلمات اللي بتدل على الماضي. فإذا لقيت كلمة بتدل على الماضي فأنا اسمي ده تمني في الماضي أو أمنية في الماضي. مش لازم يكون في كلمة دالة وبس، ممكن أفهم من معنى الكلام إن هو التمني بتاعه ده زمان كان بيتمنى قبل كده. تمام يا جماعة؟ طيب فدي بنسميها أمنية في الماضي. دي بقى بنعبر عنها بإيه؟ بنعبر عن الأمنية في الماضي باستخدام زمن الماضي التام. كلنا عارفين الماضي التام ده اللي هو بيتكون من هاد وحديها؟ لا طبعا، هاد بيكون معاها past participle تصريف ثالث. طيب جيت في جملة زي كده فيها تمني في الماضي وأدور في الاختيارات على هاد زائد تصريف ثالث ما لقيتش، فأعمل إيه بدالها؟ ممكن أستخدم بدالها could have زائد past participle التصريف الثالث. أستخدم مكانها could have زائد past participle، أو ممكن أستخدم هاد والتصريف الثالث. زي لما أقول إيه مثلا last year السنة اللي فاتت، ادي اهو في كلمة دالة last year I wish، اتمنى I، بص اسمع الجاية دي كده I had visited Alex، يا ريتني كنت زرت اسكندرية السنة اللي فاتت. ايه اللي خلاك تقول had والتصريف الثالث هنا؟ ان انت مكتوب اصلا عندك قدام ايه؟ last year كلمة زمنية دالة على الماضي. ده الجزء الثاني. الجزء الأول بيتكلم عن تمني في المضارع، والجزء الثاني بيتكلم عن تمني في الماضي. طب تعال نشوف الجزء الثالث ده بقى، وهو
الاهم ممكن يكون هو الاسهل ده على فكره، تمام؟ ده اللي معظم الناس لو كانت بدات حلت التدريبات قبل ما احنا نشرح الدرس ده هتلاقي عندهم اخطاء بالجمله، اخطاء كتير بسبب الجزئيه اللي انا لسه هشرحها دي دلوقتي، اوكي؟ اللي هو بنسميها امنيه او تمني في المستقبل، ودي بيفهم من معنى الكلام انه احنا بنتمنى حاجه في المستقبل، او جزئيه تاني نقول ان هو بيعبر عن كلمه زمنيه بتكون موجوده في المستقبل، اقول next year, tomorrow, the following year مثلا، اوكي؟ اي حاجه بتدل على المستقبل، تمام؟ في الحاله دي بنستخدم ايه بقى؟ في الحاله دي بنستخدم حاجه من اتنين، يا اما انت بتستخدم كود زائد انفينيتيف طبعا زائد المصدر، او بتستخدم وود زائد الانفينيتيف زائد المصدر، بنستخدم اي واحده، اي واحده في الاثنين. طب ايه القاعده المنظمه للاثنين دول؟ يعني امتى استخدم كود وامتى استخدم وود؟ ايه الحل دلوقتي بقى معايا؟ قال لك بقى خلي بالك معايا، ويعني انا عندي رجاء شخصي، يعني بتمنى ان انتوا لو سمحتوا يعني تحفظوهم مرتبين، يعني تحاولوا تحفظوها زي كده كود مكتوب الاول وبعدين جاي وود. في ناس بتتلخبط طيب مع زحمه المواد وكده والمنهج كبير انا احفظها ازاي؟ بص، هي دي بتبدا بحرف السي ودي بتبدا بحرف الدبليو، وفي ترتيب الحروف الابجديه مين بيجي الاول، السي ولا الدبليو؟ السي الاول، خلاص يبقى احنا كلمه كود هي الاول بعدين كلمه وود. اما بالنسبه للشرح انا هشرحه تحتيها ده، يعني كل الناس هتبقى عارفه هتبقى حافظه، بس ممكن في الامتحان تتلخبط تروح تقول هو انهي واحده اللي بتاخد كود وانهي واحده بتاخد وود، فتوه معاك الدنيا فتغلط في الاختيار، تمام؟ طيب ركز كده معايا، امتى باخد كود؟ باخد كود لما الاقي كلمه وش كده وفي هنا قدامها فاعل، وبعديها هنا تلاقي نفس الفاعل، نفس الفعل هو هو، بمعنى اني الاقي مكتوب هنا اي وش اي، او اني الاقي مثلا مكتوب حسن وشز هي، يبقى ادي حسن ضميره هي، او الاقي مكتوب مثلا نهى وشز شي، اوكي؟ فده نفس الفاعل. فإذا كانت كلمة وش، ركزوا معايا كويس يا جماعة، الحتة دي هتفيدكم جدا في الحل، خلاص؟ يعني دي الكادو اللي أنا هديها لكم النهاردة في الفيديو. إذا كان عندي كلمة وش والفعل اللي قدامها هو هو نفس الفاعل اللي وراها هو هو بالظبط، فأنا باخد كلمة إيه؟ باخد كلمة كود. إمتى ده بقى؟ إمتى؟ مبدئيا يعني لما أكون متأكد إنه أصلا إحنا هنختار مستقبل. فما تجيش اول ما تشوف الجمله مكتوب اي وش اي تروح تجري بسرعه في الاختيارات وتدور على كود وتدور لي على ود والفعل متشابه ولا الفعل مختلف، ولا ازاي بتدور على الكلام ده الاول وانت اصلا ما تاكدتش ان الجمله في المستقبل، واصلا الجمله مكتوب فيها يسترداي في الاخر، يعني ازاي مكتوب فيها يسترداي وتروح تقول لي لا اصل الفعل متشابه والفعل مختلف؟ بليز، احنا عندنا خطوات بنمشي عليها في قاعده اف. اولا بنحدد زمن التمني، فنحدد هو تمني في المضارع وتمني في الماضي وتمني في المستقبل. فإذا استقريت على إنه كل الجملة من قرايتها كده من معناها ومن الكلمات الدالة بتدل على إنها تمني في المستقبل، فأنت عندك واحد من الاثنين، يا إما تاخد كود والمصدر يا إما وضو المصدر. فبتاخد كود والمصدر لو كان الفاعل اللي قبل وش وهو نفس الفاعل اللي بعد وش. طيب إمتى باخد وضو المصدر؟ باخد وضو المصدر لما يكون عندي كلمة وش كده وهنا في فاعل قدامها، خلاص، والفاعل اللي هنا وراها ده فاعل اخر، فاعل اخر غير الاولاني، بمعنى اقول اي ويش ذا بلايرز، اتمنى ان اللعيبه او اللاعبين كده يعني، اوكي؟ فالفاعل اللي هنا بلايرز مش هو هو نفس الفاعل اللي قدام اللي هو اي، فالفاعل اذا هنا ماله فاعل مختلف، يبقى اذا كان نفس الفاعل بناخد كلمه كود، واذا كان فعل مختلف بناخد كلمه ايه؟ ناخد كلمه وود. في جزئيه جدا مهمه عايزكم تخلوا بالكم عليها، بص كده في الجمله دي، لما اقول اي وش وي ده فعل متشابه ولا فعل مختلف؟
طبعا كل الناس هتقول انه ده ايه يعني، ما باين ده سؤال بالله يا مستر، دي اي ودي وي، يبقى ده مختلفين عن بعض. طب ازاي يبقى؟ المفروض ان نكتبها مع وود، ما نكتبهاش مع كود. نقول له بقى خلي بالك معايا، كلمة وي دي معناها ايه؟ نحن لما اقول احنا، نحن يعني رحنا الدرس مثلا احمد وطارق وعلي ومصطفى وكده، ايوه وانت، ايوه انا معاهم، ما هو اي دي جزء من الوي. يبقى لما تلاقي اي وي تعتبرها نفس الفاعل، مش هقول تاني خلاص. لو لقيت اي بعديها وي، اي وش وي، يبقى ده اسمه نفس الفاعل، لانه الاي ده جزء من الايه، جزء من الوي. تمام. طيب يبقى كده درس النهارده بيتلخص في 3 اجزاء، تمني في المضارع بناخد معاه ماضي بسيط، تمني في الماضي ومعاه كلمه داله بناخد ماضي تام او كود هاف والتصريف التالت. لو تاكدت انه تمني في المستقبل ما اختارش الا لما ابص على الفعل اللي قدام وش الفعل اللي بعديه. فلو كانوا متشابهين بناخد كود، لو كانوا مختلفين بناخد ود. لكن الجزئيه المهمه جدا اللي المفروض نطلع بيها من درس النهارده، يعني الاساسيه خالص، الملحوظة المهمة هنا جدا خاصة بالدرس كله، بتقول ممنوع استخدام أي مضارع بعد وش، بعد كلمة وش أو في قاعدة وش، ممنوع استخدام أي مضارع. فلذلك بنلاقي جمل كده في الاختيارات، 4 اختيارات مكتوبين من تحت، فيهم واحد بس هو اللي ماضي والباقي كلهم مضارع، مكتوبة مثلا بلاي، ومكتوبة مثلا هاز بلايد، ومكتوب هاف بلايد، دول كلهم مضارع، ومكتوبة بلايد، مكتوبة كود بلاي، مكتوبة هاد بلايد، واحدة فيهم مثلا، والباقي كله مضارع. دي أصلا مش محتاج إن أنا أقرأ الجملة، أقرأها ليه؟ لأنه القاعدة بتقول بعد وش لازم يجي ماضي، وأي مضارع بعد وش ما ينفعش، بنحذفه على طول. لذلك لو انت حالل الدرس قبل ما احنا نشرح النهارده، او قبل ما تسمع الشرح ده، روح دور على اجاباتك، ولو اي اجابه مختار فيها ماضي امسحها بسرعه، انه دي تعتبر جريمه يعاقب عليها القانون اصلا يعني. اوكي، فاحنا ممنوع ان احنا نستخدم اي مضارع بعد وش، وما بص ما فيهاش فصال وما فيهاش شواذ وما فيهاش حالات استثنائيه، عشان ما حدش يقول لي مش طب مش ممكن هنا نبقى معناها كذا وناخد، ما فيش حاجه ما تقوليش نستثني، لا مش باخد مضارع بعدي، يعني ما ينفعش اخد ام ولا از ولا ار، ولا اخد هاف ولا هاز، ولا اخد كلمه ويل ولا كان، ما اخدش غير الحاجات اللي بتدل على الايه، الحاجات اللي بتدل على الماضي. يبقى ممنوع استخدام اي مضارع بعد كلمه وش. وبكده تقريبا درس النهارده خلص. تمام، لكن احب اضيف جزئيه بسيطه خالص، خلي بالك انه اي وش ممكن ما تلتزمش بالقواعد دي، فبيجي وراها حاجات تانية، زي لما اقول مثلا اي وش ممكن يجي بدال بعديها، يعني يجي بعديها تو زاد الانفينيتيف، اقول اي ويش تو باي ا نيو موبايل، اتمنى اني اشتري موبايل جديد. او ممكن اي ويش يجي وراها مفعول، يعني اقول اي ويش احمد وبرضه هجيب وراها تو زاد الانفينيتيف، تو المصدر. اوكي، ممكن اي ويش اجيب وراها اسم، خلاص اقول اي ويش يو ا جريت سكسس، اتمنى لك نجاحا عظيما، خلاص. فده كله بيمشي معانا. لكن اخر معلومه، في كلمه هنقابلها في الاختيارات، الناس اللي مجهزه قبل الحصه او قبل ما نشرح، في كلمه اسمها اف اونلي، اف اونلي، بس بقى معايا خدها مني كده وبالضمان بتاعي، خلاص ضمان مدى الحياه. اول ما تلقى كلمه اف اونلي تروح تعمل ايه بقى؟ بس انا بهزر يعني. اوكي، تروح جايب كده قلم رصاص وتروح عامل عليها خط وتروح كاتب ايه؟ كاتب اي وش، ما تكتبش هي ويشز زي وش وي وش، لا لا، هي حاجه واحده بس، اي وش. يبقى اف اونلي دي بتساوي كلمه ايه؟ بتساوي كلمه اي وش. ولذلك لما الاقيها في الاختيارات تعتبر انها مش موجوده وتحط مكانها كلمه ايه؟ كلمه اي وش، وتبدا تحل بناء على هذا الاساس. خلاص، يبقى احنا عندنا شويه حاجات مهمه النهارده، اف اونلي بتساوي اي وش، تساوي اي بس على فكره. اوكي، اي وش، واي ويش ممكن ما يجيش وراها القاعده اللي احنا شرحناها فوق دي، ممكن يجي وراها تو المصدر او مفعول تو المصدر، او ممكن يجي وراها مفعول واسم او اسم على طول. تمام، زائد الجزء اللي احنا شرحناه فوق اللي هو اساس درس النهارده، ان انا عندي امنيه في المضارع باخد ماضي بسيط،
عندي أمنية في الماضي باخد ماضي تام أو could have التصريف الثالث. عندي أمنية في المستقبل باخد could أو would، باخد could لما يكون نفس الفاعل وباخد would لما يكون فاعل آخر أو الفاعل فاعل مختلف. وده باختصار هو ده درس النهاردة. إن شاء الله تقدروا تحلوا الأسئلة، وأنا متأكد إن أنتوا هتحلوها بمنتهى السهولة إن شاء الله. تمام، تعالوا بقى كده نبدأ في التدريبات. التدريبات في بيج 631 سؤال رقم واحد بيقول I wish I where my friends are. على فكرة السؤال ده ممكن ما أقرأهوش أصلا، ولا أفضل أسأل نفسي أقول ده مضارع ولا ماضي ولا الكلام ده كله، من خلال إن أنا أبص على الاختيارات. هو أنا عندي know دي مضارع ما تنفعش، و have known برضه مضارع ما تنفعش، كان عندي where knowing وعندي new، الاتنين دول ماضي أخد new. طب وليه ما خدتش where knowing؟ عشان فعل know أصلا لا يضاف له ing، زاد إن إحنا ما قلناش بيجي بعد wish ماضي مستمر، سباقي ماضي مستمر خلاص. يبقى احنا ما ينفعش ناخد فعل نو ومضاف له اي ان جي، زائد ان احنا مش بناخد ماضي مستمر. السؤال الثاني برضو نفس الكلام، اي ويش اي وين اي فيرست ميت هيم، عندي ريمبر ده مضارع، عندي ويل ريمبر مضارع، عندي هاف ريمبرد مضارع، فالماضي الوحيد الموجود عندي اللي هو كلمه ايه ريمبرد. طيب في نمبر 3 بيقول اف اونلي، ايه بنعمل في اف اونلي دي بقى لما نشوفها؟ نعمل كده خلاص ونكتب مكانها اي ويش مكة وانس اجين. لازم احدد زمن الجملة اول حاجة، اوعى تبص على الفاعل تقول لي متشابه والكلام ده كله، الا لما تحدد زمن الجملة. بيقول وانس اجين مرة اخرى، ما دام بقول مرة اخرى يبقى ايه ده؟ يبقى ده في المستقبل. جميل، طالما في المستقبل يبقى ما تنفعش هاد فيزيتد، ولا تنفع فيزيتد اللي ماضي بسيط، يا اما وود يا اما كود. تمام، طيب انت الفاعل هنا مكتوب اي وهنا وي، متشابه ولا مختلف؟ اتفقنا ان هو متشابه، بناخد ود ولا كود؟ ناخد كود. رقم 4 بتقول سلوى از بينلس، يعني مفلسه مش معاها فلوس. شي ويشز شي سبنت اول هير ماني، وعندي كلمه هنا اسمها يسترداي. طالما عندي يسترداي يبقى ده ماضي تام، اخد هادنت. اي حد يشكك في الكلام يروح يقول لي طب انا ممكن اخد ديدنت، يقول لي ديدنت مش بيجي ورا تصريف ثالث، بيجي ورا مصدر، يقول ديدنت سبند. وطبعا hasn't و doesn't مش هينفع. نمبر 5 she wishes she in my place now، هي تتمنى ان هي تكون في مكاني دلوقتي. انا عندي هو is ده مضارع، وعندي has been مضارع، وعندي was being ده اسمه ماضي مستمر، واساسا فعل be مش بيتحط له ing الا في مبني المجهول، يبقى where الوحيدة هي اللي تنفع. طيب بيقول I wish to the theater، ايه دي الكلمة دي؟ yesterday يعني بالامس، يبقى الكلام ده في الماضي، ما دام في الماضي يبقى ناخد ماضي تام هاد جن. نمبر 7 I don't have a mobile phone، انا مش معايا موبايل، انا دلوقتي مش معايا موبايل. I wish I one، اتمنى ان يكون معايا واحد، ده تمني فين؟ تمني في زمن المضارع. طبعا have و I'm having مش هينفع، كان ممكن اشك في هاد اللي هي ماضي بسيط امتلك، واشك في هاد اللي هي ماضي تام. الاجابة هنا اقول هاد، لان انا عندي تمني في المضارع، زائد لو عاوز تاخد ماضي تام فين الكلمة الدالة على الماضي؟ فين yesterday؟ فين last؟ فين الكلام ده كله؟ يبقى ناخد مين؟ ناخد هذا. في نمبر 8 يقول you are now in a bad need of money، انت الان محتاج لأموال. I wish you so much money، خلاص. في ناس دايما بتبص على الشكل وخلاص مش بتقرأ الجملة يعني. فممكن اقول لك انا عندي كلمه ناو يبقى ده تمني في المضارع، واروح اقول didn't ولا زي كده يعني خلاص اوكي. بس هو هنا مش جايب didn't خالص اصلا، حتى لو قاعده didn't الترجمه الجمله تقول انا اتمنى انك ما يكونش انفقت فلوسك كلها، فاقول ايه يا ريتك ما كنت صرفت فلوسك كلها، ده تمني في الماضي صرفتها زمان، لان دلوقتي بيبقى معكش فلوس، يبقى لما صرفت تصرف دلوقتي ولا صرفتها زمان؟ صرفتها زمان وخلصتها، والنتيجه ان انت مش معاك فلوس، محتاج للفلوس، يبقى الكلام ده في الماضي، ناخد هاد انت سبنت. بالاضافه طبعا ان احنا لو سؤال زي كده وجاي في امتحانات فيبقى سؤال سهل، ده دي هندي هافنت هنا مضارع ودونت مضارع وارنت، يبقى ناخد الوحيده اللي ايه الوحيده اللي ماضي. تمام، الناس اللي بتحاول تبالغ في صعوبه الاسئله بليز بليز يعني بصوا في كل قاعده بنشرحها او في كل درس قراءه بنقراه، بصوا على اسئله السنوات السابقه وشوفوا مدى جمالها وسهولتها، وانها واضحه جدا، وممكن نطلع من 18 وحده 3 4 اسئله رخمين مش قادرين نفهمهم، بس
بس، لكن الباقي كله سهل وواضح ومباشر. تمام؟ طيب نمبر 9 بيقول داليا ريجريتس، داليا نادمه نوت فينيشينج هير ورك. وايه الكلمه دي؟ يسترداي، خلصت الكلام يا مستر ما دام في يسترداي، يبقى شي ويشز، هي تتمنى ان هي هاد فينيشد ماضي تام. اي ويش شي ذا تيست سكسسفولي. وايه الكلمه دي؟ لاست، ما دام لاست يبقى بناخد ماضي تام. شايفين اسئله المحافظه، اسئله الجمهوريه اسئله سهله جدا. طيب نمبر 11 اي ويش اي ماي بوس يسترداي، يبقى عندي هاد ميت ماضي تام. اظن الدرس واضح وسهل لحد هنا. طيب اي ويش، ركز كده في رقم 12 لانه ده مكتوب مثال عندنا في الملخص هنا في المعاصر، مكتوب مثال توضيحي يعني ومحلول طبعا. اي ويش اي وير اي ليفت ماي جاكيت، بيقول انا اتمنى اني اعرف انا سبت الجاكيت بتاعي فين، ولا اتمنى اني عرفت زمان سبت الجاكيت فين، خلاص، ولا انا بتمنى اني اعرف لسه يعني هعرف في المستقبل الجاكيت بتاعي، مش هدور دلوقتي، لا انا يعني في المستقبل ان شاء الله هبقى اسال الجاكيت بتاعي فين. لا طبعا انا نفسي دلوقتي اعرف الجاكيت بتاعي فين، ده اسمه تمني في المضارع، فناخد نيو ماضي بسيط. لو انت بتقول كان نفسي اعرف في الماضي، فين الكلمه الداله على الماضي؟ ما تنفعش. تمام. طيب نمبر 13 اي فيل فيري سيك، اشعر بالمرض، انا عيان. اي ويش اي اول ذا تشوكليت يسترداي، دام عندك يسترداي يبقى بتاخد ماضي تام، فسريعا سريعا هتروح جاري على هاد ايتن، بس لازم عينك كده تروح على باقي الاختيارات. ايه دي؟ هاد انت منفية، طب هي مثبتة ولا منفية؟ مين اللي يحكم هنا معنى الكلام؟ بيقول انا اتمنى اني اكلت الكيكة او الشوكولاتة امبارح، ولا يا ريتني ما اكلتها، يا ريتني ما اكلتها، فتبقى هاد انت ايتن. طيب نمبر 14 بيقول وات اي سيد يسترداي، اهو كلام في الماضي. ابسط ماي كلوز فريند، ازعج صديقتي المقربة. I wish I so far، فانا هاخد هنا عشان استردي اخد ايه؟ اخد ماضي تام. فين الماضي تام في دولة؟ اللي هو hadn't said، يا ريتني ما قلت الكلام ده. طيب في نمبر 15 بيقول I wish I go to the stadium، ايه الكلمة دي؟ tomorrow، ما دام tomorrow يبقى ده ايه؟ يبقى ده مستقبل، فالوحيدة اللي بتدل هنا اصلا على المستقبل هي كلمة ايه؟ كلمة could، دي أول حاجة. ثانيا نفترض كان عندي كلمة would هنا بقى، ما كنتش هاخد ود. ليه بقى؟ لانه مين الفاعل اللي قبل وش؟ اي، واللي بعديها وش؟ اي، يبقى نفس الفاعل، فبناخد كود مش بناخد كلمه ود. بس هو الحمد لله ما فيش ولا واحده في دوله غير كلمه كود هي اللي ماضي بس. نمبر 16 اي وش اي ماي تايم، ايه الكلمه دي؟ لاست ويكند، ما دام قلت لاست يبقى ده ماضي تام، يا اما هاد التصريف الثالث، يا اما هادنت والتصريف الثالث. ينفع اقول انا اتمنى اني اضيع وقتي او ضيعت وقتي، ولا اقول يا ريتني ما ضيعت وقتي، اه يا ريتني ما ضيعت وقتي، هاد انت ويستد. اسئله الكتاب، اسئله الكتاب طبعا ايه فيها شويه يعني ايه، فيها نوع من الاسئله التافهه جدا، وفيها نوع من الاسئله اللي محتاجه انك تفتح كتاب المدرسه وتروح تبص على السؤال ده، لانه مكتوب عباره عن جمله في موضوع قراءه كبير كده، يعني عمليه ايه متلخبطه، منقول السؤال من كتاب المدرسه نصا، والاختيارات بتاعته تلخبط الطالب يعني. تمام، بس انا هنوضحها ان شاء الله. في نمبر 17 بيقول it's very hot today، يعني الدنيا حر النهارده. I wish it cooler، اتمنى انها تكون ابرد او الجو يكون ابرد، خلاص، فناخد مين؟ ناخد was، لانه طبعا is will دول مضارع مش هينفعوا. طب هات بين دي ماضي تام تنفع، لكن ما عنديش كلمه بتدل على الماضي. نمبر 18 I left my bag on the bus، انا سبت الشنطه بتاعتي على الاتوبيس. I wish، سبت الشنطه خلاص نسيتها. I wish that I more careful with it، اتمنى اني اكون حريص عليها واخلي بالي عليها، فالاجابه هنا تبقى هاد بين. اوكي، طيب شود بي مش هتنفع، ولا ام، ولا كله مضارع. طب ليه ما ناخدش وود بي؟ اقول اتمنى اني اخلي بالي عليها في المستقبل. يا عم هو بيقول لك سابها، سابها وانا هخلي بالي عليها في المستقبل. خلاص يا عم ما تزعلش نفسك، هقول لك ليه وود مش هتنفع، عشان انا عندي ادي كلمه وش، مين قدامها؟ اي، ومين بعديها؟ اي، ده نفس الفاعل، ينفع ناخد وود؟ لا، امال بناخد مين؟ كود، يبقى ود مش هتنفع. خلاص كده مبسوط. طيب نمبر 19 ذات كافي اولويز كلوزز ايرلي، الكافيه ده دايما بيقفل بدري. خلاص اي ويش ات اوبن ا بيت ليتر، اتمنى انه يفضل النهارده كده يعني يفضل فاتح يعني. اوكي، اولا عشان بتمنى في بقول مثلا تمني في المضارع، انا مش لاقي اللي هي ستايد على كده، انا دلوقتي بتمنى ان هو يفضل. خلاص
لكن انا بقول اصلا يعني حتى لو كانت عندي ماضي بسيط موجودة، انا بقول بتمنى انه هو في المستقبل بعدين يعني فيما بعد ليتر يعني لاحقا في الايام الجاية، في النهاردة شوية بالليل يبقى ده لسه حياجي في المستقبل، في الاسابيع القادمة، في السنة الجديدة مثلا، ده كله ده تمني في المستقبل. بتمنى ان هما في المستقبل يفضلوا فاتحين، يطولوا كده شوية ايه وما يكفوش بسرعة. يبقى انا بتمنى في المستقبل اقول ايه، اقول اي وود، تمام. وطبعا وود هنا صحيحة 100% لانه انا عندي اي والناحية التانية مكتوب ايه، مكتوب ايه الدفاع المختلف، اقول وود وود ستي. طيب نمبر 20، سارة ويشز، سارة تتمنى شي سي هير كازنز، ترى ابناء عمها مور اوفن بات زي ليف ان استراليا، اتمنى ان هي تشوف ابناء عمها. طبعا عندي كان وعندي ويل وعندي ماي، دول مش هينفع، والوحيدة اللي تنفع كلمة كود، ولاحظ ان اللي قبليها سارة واللي بعديها شي نفس الفاعل، ناخد كلمة كود. ركزوا معايا بقى في الثلاث اسئلة دول اللي جايين. بيقول I feel ill، انا اشعر بالمرض، عيان دلوقتي عيان خلاص. I wish I saw many sweets، طبعا انا عندي don't want مش هينفع، ولكن عندي didn't eat و hadn't eaten، فممكن حد مع التسرع يقول لك الكلام ده في المضارع، انا اشعر الان بالمرض، يبقى I didn't eat. ازاي يا جماعة في المضارع اقول انا يا ريتني ما باكل الحلوى خلاص، او يا ريتني مش هاكلها دلوقتي وانا بشعر بالمرض؟ يعني انا شعرت بالمرض وبعدين مش هاكلها؟ لا، هو ايه اللي حصل؟ ان انا اكلتها وبعدين شعرت بالمرض، فبقول ايه، انا دلوقتي تعبان، يا ريتني ما رحت الجيم خلاص، في الماضي، يبقى حاجة عملتها في الماضي. اقول انا دلوقتي اشعر بالمرض، يا ريتني ما اكلت حلو، يبقى التمني ده في الماضي، اقول hadn't eaten حتى لو ما كانش في كلمة دالة على الماضي لكن معنى الكلام. طيب نمبر 22 بيقول سلمى is in England، خلوا بالكم اسئلة الامتحانات مش بتبقى معقدة زي كده، بتبقى اسئلة مباشرة خالص. سلمى is in England، سلمى موجودة في انجلترا، قاعدة في انجلترا، فممكن حد يروح يقول الاستاذ ده هنا في مضارع، فالمفروض ان انا اقول ده تمني في المضارع، لا بس اقرا الجملة وافهمها كويس. سلمى is in England، موجودة في انجلترا، she wishes، تتمنى it raining، بتمنى انه ايه يتوقف المطر خلاص. فهنا هنستخدم would stop مستقبل. ليه بتقول would stop؟ انا عندي stops و will stop مش هينفع، ولكن عندي stop ده هي ماضي بسيط، ليه ما اخدش الماضي البسيط؟ لانه هو بيقول هي تتمنى انه في المستقبل ان شاء الله تتوقف عن المطر، لانه هي نفترض المطر توقفت دلوقتي وبكره اشتغل التاني خلاص، يبقى ده توقف لحظي. هي هتستفاد ايه سلمى من انها تتوقف المطر دلوقتي؟ بس هي عايزه المطر تتوقف في الكام يوم اللي هتقعدهم في انجلترا، يبقى مش عايزه توقف لحظي، عايزه توقف لفتره طويله، يبقى بتتكلم عن المستقبل، بتتمنى في المستقبل ان المطر تبطل، تقعد مبطله يعني يوم الاربع والخميس والجمعه لحد ما ترجع مصر ان شاء الله، يبقى وضع ايه وضع ستوب تمني في المستقبل. اللي بعديها بيقول علي از فيري تايرد، علي تعبان، اند ويشز، ويتمنى هي ان بيد، يتمنى انه يكون في الفراش. طبعا عندي از ما تنفعش، عندي ووز وعندي وود بي وعندي هاد بين. بص هاد بين دي ماضي تام، عايزه كلمه داله على الماضي، نقول هو تعبان ويتمنى ان هو كان نايم في الفراش، كان قاعد في الفراش يعني، مش هتنفع خلاص. طيب وعندي وود بي بيتكلم عن المستقبل، لما انا اقول هو تعبان ودلوقتي بيتمنى خلاص، تمنيه دلوقتي ان هو اول ما يروح البيت ان شاء الله ينام يعني على طول عشان هو تعبان، فاول ما يروح نفسه ينام على طول، ده التمني في المستقبل، والله معناها جاي حلو يعني مظبوط. لكن لو بصينا على كلمة وش مكتوب بعديها هي، والفعل اللي قدامها اللي هو علي، يبقى نفس الضمير، المفروض ناخد كود ما ناخدش ود، فتفضل معاي كلمة ووز، بقول بتمنى دلوقتي. في 24 بيقول she wishes she tennis lessons، دروس التنس، when she was younger، لما كانت صغيرة. أنا خلصت الكلام هنا لما قلت when she was younger، يعني ده كلام في الماضي، يبقى ده ماضي تام. طيب زي won't tell me، ركز في won't دي، بيقول زي will not يعني في المستقبل، لسه في المستقبل، في المستقبل مش هيقولوا لي ايه اللي حصل، أنا أتمنى إن هم يقولوا لي، يبقى طالما المستقبل يبقى ايه، يبقى would. طبعا لاحظ ان اللي قبليها هنا اي ودي زي، فخدت would، لو كان عندي كود ما كنتش هاخدها. في نمبر 26 بيقول I wish more authors as well as Steinbeck يكونوا مثل Steinbeck،
I would like، أنا أتمنى، عندي تمني في المستقبل يعني، إن other writers، الكتاب الآخرين، to be as good as him، إنه يكون في كتاب آخرين مثله. طبعا بنقولها من النص الريدنج ده اللي إحنا قرأناه عن ستينبك أو listening، فهنا بنتكلم في المستقبل، فهناخد would، would write عشان كلامنا في المستقبل. زاد نحن عندنا don't، عندنا write، عندنا have written، كل دول مضارع. 27 I wish the school holidays، أتمنى إن أجازة المدرسة longer تكون أطول. التمني بتاعك ده في المضارع ولا في المستقبل ولا إيه؟ طبعا أنا are مش هتنفع ولا will، فأنا عندي where وعندي could be، فأنا ممكن أقول على أساس إنها تمني في المستقبل، نفس الأجازة في المستقبل تبقى طويل. لكن بص كده وش اكتب وراها school holidays والفعل اللي قدامها I، نفس الفعل ولا مختلف؟ مختلف طبعا. فلو كان الفعل متشابه اخد كود، لكن ده فعل مختلف اخد له ود. فين ود؟ ما فيش ود، يبقى اخد وير. اوكي طيب 28 I wish I where I put my mobile phone، يعني بيقول انا اتمنى اني ما يا ريتني ما نسيت، يعني عشان هو نسي على فكره. where I put my mobile phone، فنقول hadn't forgotten. طبعا haven't و don't مش هينفعوا، wouldn't forget دي تمني في المستقبل، اقول مش هنسى سبت الموبايل فين، ايه مستقبل وماضي ده مع بعض جديده دي، اقول مش هنسى سبت الموبايل فين، لا طبعا، فانا بتكلم في الماضي. لذلك هو حتى عشان يشيل منك اللبس شويه راح ما يجيبلكش ايه مضارع، لانه المضارع يعني ينفع في الجمله دي. طيب في 29 I wish that we for longer I have no more time to talk، فمعنى الجمله بيقول انا اتمنى ان احنا نفضل يعني نكمل كلام مع بعض، ما عنديش وقت تاني ومعلش وسامحني ان انا مش هقدر يعني اكمل حديث معك. طبعا هاد سبوكن دي محتاجه كلام دال على الماضي، ولا في كلمه دال على الماضي، ولا اصلا الجمله بتدل على الماضي، وويل مش هتنفع. كان عندي كود وعندي وود، فاعمل ايه؟ ادي وش مكتوب قدامها اي، مكتوب بعديها وي، اكيد ده طبعا فعل مختلف. ها لا طبعا يا مستر ده مش مختلف، لانه الاي ده جزء من الايه، جزء من الوي، فما ينفعش اقول وود، بنقول ايه، نقول كود سبيك. في نمبر 30 يقول the baby won't stop crying، الطفل لن يتوقف عن البكاء. the mother wishes he، الأم تتمنى إن هو يتوقف عن البكاء، فأول مش هتنفع، دي ماضي هي مش عايزاه كان توقف، لا دلوقتي عايزاه يتوقف أو في المستقبل يبطل يعني بكاء. فأنا عندي وضع عندي كود، مين الفاعل اللي هنا؟ mother، ومين الفاعل بعديها؟ هي، مختلف طبعا عن بعضي، فتبقى إيه؟ تبقى would would sleep. في أسئلة المعاصر هنا بيقول I wish the Egyptian team، أتمنى الفريق المصري، the match yesterday، ما دام عندي yesterday يبقى ماضي تام، hadn't أو had، لكن أنا هقول hadn't lost عشان معنى الكلام، بقول ما كنتش أتمنى إن الفريق يخسر، يعني ما كنتش عاوزه يخسر، أو يا ريته ما خسر امبارح، ما ينفعش أقول يخسر يعني، أوكي؟ طيب if only I my exams last year، من غير ما تقول if only دي بتساوي إيه والكلام ده كله، خلينا في كلمة last year، ده ماضي، يبقى عندي hadn't وعندي had، فأقول يا ليتني يعني ها ما نجحتش في الامتحانات السنة اللي فاتت، في حد يقول يا ريتني ما نجحت، يا ريتني نجحت، يبقى had واصل. I wish I ومكتوب عندي next year، السنة الجاية، فده كلام في المستقبل، حددت إنها في المستقبل، خلاص يبقى تعال دور على الفاعل، ما تجيش تقول لي الفاعل مش عارف متشابه وأنت أصلاً الجملة في الماضي مثلاً يعني، هذه جملة مكتوبة في المستقبل next year. وش مكتوب قدامها اي وبعديها اي، يبقى نفس الفعل ناخد كلمة كود، اكيد كده بقت واضحة دي. لو كان في حد حالل قبلينا قبل ما احنا نشرح هتلاقي عنده اخطاء بالجملة، يعني هو مش فاهم بيختار لي. في نمبر 34 بيقول if only we London next year، next year يبقى ده مستقبل، اوكي؟ طب if only دي بتساوي ايه؟ if only دي اصلا بتساوي اي وش واي وي، يبقى تاخد كلمة ايه؟ تاخد كود فيزيت. طيب عشان طبعا بنتكلم عن المستقبل. في نمبر 35 I wish you the new film on TV last night، برافو عليك، last night ده يبقى ماضي، يبقى عايزين هادو التصريف الثالث، فين هادو التصريف الثالث؟ مفيش. طب مين البديل بتاعها اللي كتبناه تحتيها؟ كتبنا could have، could have seen، او could have التصريف الثالث. في نمبر 36 بيقول احمد wishes، احمد يتمنى it's so late، انه الوقت يبقى متاخر، او ما كانش الوقت يبقى متاخر يعني، as he has good things، عشان هو معاه حاجات to do هيعملها before going to bed، قبل ما يروح ينام، يبقى دلوقتي بيتمنى في المضارع، نقول weren't، تمام؟ ما ينفعش hasn't، ما ينفعش isn't،
زائد انه هاد والتصريف الثالث محتاج كلام بيدل على الماضي، وانا عندي هنا هاز وعندي going before going، ده كله ده بيعبر عن ايه؟ عبر عن مضارع، يبقى نقول where not. نمبر 37 بيقول my aunt lives a long distance away، عمتي تعيش بعيد خالص. I wish she nearer، ما تنفعش كان، لكن ينفع had lived، ينفع lived، ينفع didn't live. فبيقول عمتي بتعيش بعيد وانا اتمنى دلوقتي ان هي تكون بتعيش اقرب من كده، يبقى ده كلام في المضارع، فناخد مين؟ فناخد كلمة lived، تمام. اما didn't live تنفع لكن هي منفية، هاد lived محتاج كلام بيدل على الماضي، لا الكلام بيدل على الماضي ولا حتى في كلمة اصلا زمنية دالة على الماضي، مفيش خالص. الجملة بعديها اظن محرجة شوية ونتغاضاها يعني نطنشها احسن، بلاش حنقراها، هي محرجة يعني شوية بس زي بعضها. بيقول مستر محمد wishes he thinner، مستر محمد يتمنى ان هو يكون انحف من كده. He really suffers from overweight، هو بيعاني من زيادة في الوزن. انا يا دوبك والله ما عندي زيادة في الوزن، كرش يعني بس بسيط، تمام. فهي جملة محرجة طبعا. فبيقول مستر محمد wishes he thinner، he really suffers from overweight. طبعا الكلام ده كله عندي في المضارع، انا مش هتنفع معايا am would be، اقول هو نفسه في المستقبل يبقى انحف. اه والله انا نفسي جسمي يعني يحس يبقى انحف من كده شوية، بس معلش انت ايه مكتوب عندك هنا؟ هي مكتوب هنا مستر محمد، يبقى الفاعل متشابه، نفس الفاعل، تاخد كود ما تاخدش ود. طيب تعال نشوف هاد بين، يمكن تنفع هاد بين. هاد بين محتاجة حاجة بتدل على الماضي. اولا هو بيقول هنا سفرز يعاني دلوقتي، هو بيتمنى دلوقتي انه هو يبقى نحيف، خلاص اقولش كان بيتمنى انه يبقى نحيف، يبقى هنا وير. طيب نمبر 39، وفي بالنسبة لنمبر 38 في ناس بتقول كلمة هي بتاخد ووز، ما المفروض ما اخدش وير، لا هنا ده تمني زي بالظبط في الحالة الثانية بتاعت اف، الحالة الافتراضية على فكرة كل الضمائر تاخد وير مع وش عادي في الماضي البسيط. 39 احمد وشز هي ذا بيانو بط هي كانت، احمد بيتمنى انه يعزف على البيانو. طبعا هاد بلاي دي بيتكلم عن ماضي، فكده انا الكلام هيبقى على المستقبل، انا عندي كود وعندي وود، هادي احمد وادي هي، نفس الضمير نفس الفاعل، يبقى ناخد كود. في نمبر 40 يقول I can't go because I am very ill، ما اقدرش اروح عشان انا عيان، خلاص. I wish I will، الكلام ده في المضارع، مش قادر اروح دلوقتي عشان انا عيان، وانا نفسي اكون بصحة جيدة، يبقى ناخد ماضي بسيط، ماضي تام ده مش هينفع معايا، فيش كلام دال على الماضي، لا في فعل دال على الماضي ولا في كلمة زمنية دالة على الماضي. وود بي دي طبعا ما تنفعش عشان ده نفس الفاعل، عايز كود بي، اوكي. ففضلت عندي وير ويرنت. ايه الكلمة المكتوبة على النقط؟ كلمة ويل، لو مكتوبة ال المريض الموضوع يختلف على فكرة، لكن ويل بصحة جيدة اتمنى اني اكون بصحة جيدة، لكن لو مكتوبة ال هنا اقول اتمنى اني ما اكونش مريض، لو كان في كلمة ال هنا امسك، خلاص. لكن وكاتب ويل بصحة جيدة. نمبر 41 يقول I wish I a little longer، اقول انا يا ريتني انتظرت فترة اطول من كده. My friends أصحابي came جاءوا 5 minutes بخمس دقايق after I had left بعد ما أنا غدرت، يبقى كل الأدلة بتقول إنه الكلام ده في الماضي، يبقى ناخد had waited. طيب في نمبر 24 بيقول she wishes، هي تتمنى she English better، هي بتتمنى طبعا دلوقتي إنها تكون بتتكلم إنجليزي كويس، يبقى ده كلام في المضارع، تمني في المضارع، يبقى ناخد ماضي بسيط اللي هو spoke. ما ينفعش نقول didn't speak، في حد بيقول أنا مش عايز أتكلم إنجليزي؟ لا طبعا سبوك. في السؤال رقم 43 بيقول if only I short، short يعني قصير، ودي صفة طبعا مش فعل، I would be a celebrated basketball star، يبقى لاعب كرة سلة مشهور. فممكن واحد بيقول ايه، اتمنى في المستقبل اني ما اكونش قصير، يعني بعدين يعني ابقى طويل بعدين في المستقبل. فانت عايز تفكر في كلمة wouldn't و couldn't. اولا لو wouldn't ولا couldn't حينفعوا ازاي؟ ده ممكن يقول نفس الفاعل فاخد كلمة couldn't. يا سيدي wouldn't و couldn't لابد ان يكون في بعديهم infinitive، لازم يكون في مصدر بعديهم، فين الفعل هنا؟ دي شورت دي فعل، ده صفة، يبقى لا wouldn't ولا couldn't هينفع على طول كده. فانا افكرش غير في كلمة weren't و were، ده سؤال سهل خالص. فبقول لو انا ما كنش قصير، يعني يا ريتني ما كنت قصير، لو بتمني في الايه في المضارع بقول كنت حبقى لعيب كرة سلة مش خلاص، لكن لو بقول tall هنا طويل بقول if only I were tall، يبقى weren't short. 44 I wish I all about science، اتمنى اعرف كل شيء عن العلوم، بدي ناخذ كلمة new لانه ما فيش ولا حاجة ماضي.
في 45 بيقول she wishes she to phone her parents تصل بوالديها to say عشان تقول she was going to be late انها كانت حتتأخر but she forgot ولكن هي نسيت يبقى الكلام ده كله في الماضي يبقى ناخد ماضي تام had remembered في 46 صار رقم 46 بيقول I am sorry اعتذر about the things I said الحياة اللي انا قلتها yesterday my friend was really upset I wish those things yesterday يبقى ده كلام كله في الماضي ناخد ماضي تام يا اما had said يا اما hadn't said فانا اقول اتمنى اني ما كنتش قلت الكلام ده امبارح يبقى hadn't said طيب هنا في الجملة 47 مكتوب tomorrow في الاخر يبقى بتكلم عن المستقبل طالما المستقبل يا اما could يا اما would مين مكتوب قبل وش اي مين بعديها زوزه نفس الفعل والفعل مختلف يبقى would be في 48 عادل wishes he his dream and become an engineer one day عادل بيتمنى انه يحقق حلمه one day في يوم من الايام يعني في يوم من ان شاء الله مدام ان شاء الله يبقى ده فين يبقى ده في المستقبل يبقى احنا يا اما عايزين كلمه would يا اما عايزين could الفعل المكتوب هنا عادل والضمير بتاعه هي يبقى هناخد كود اتشيف بس انا عايز اسال سؤال في رقم 48 دي الناس المصحصحه المركزين ازاي عادل مفرد وما يحطش اس لكلمه بيكم ها ركز كده معاه يعني ازاي بيكم ما يحطلهاش اس الاجابه طبعا كلمه بيكم معطوفه على كلمه اتشيف فهي الجمله بتقول عادل ويشز يتمنى هي كود اتشيف هيز دريم and could become واحنا حذفنا كلمة could هنا لعدم التكرار and could become فbecome هنا معطوف على كلمة achieve ان هو نفسه يحقق ويصبح يبقى ده كله في الايه كله في المستقبل فجاي قبليه اصلا فعل ناقص هنا محذوف خلاص فهي become معطوف على كلمة على كلمة achieve طيب في نمبر 49 بيقول محمد wishes he a new key اتمنى ان يكون معاه عربية كيا جديدة his old car عربيته القديمة is driving him mad عربيته القديمة خلاص حتى ايه جننته يعني وكده وتعباه يعني فالتمني ده في المضارع ممكن حد يقول لي ده تمني في الماضي لا تمني في الماضي ده فين الكلام اللي بيدل على الماضي تمنى ان هو كان معاه عربية كي كان معاه عربية كي لا طبعا تمام فما تنفعش هاد اون عشان ما عندناش حاجة بتدل على الماضي دي اول حاجة طب ما انا ممكن اقول مستر محمد يتمنى او محمد يتمنى انه يكون معاه عربية يعني ربنا يكرمه بكرة وبعده السنة الجاية وكده يعني خلاص ويبقى معاه عربية والله كلام كويس تحس ان هو جاي على بعضيه بس هنا هيتعارض ليه هيتعارض مع ايه مع الاختيار الموجود قدامي اللي هو would own which is مكتوب قدام محمد والضمير بعديها هي يبقى نفس الفعل عايز اكود مش هتنفع تنفع معايا الوحيده اللي هي كلمه ايه owned في نمبر 50 هي accepted قبل هي accepted the offer قبل العرض and regrets that now هو نادم على كده فبيقول يا ريتني ما قبلت العرض ده زمان لان هو العرض ده قبله زمان خلاص كده فهو بيقول يا ريتني ما قبلت يبقى had not accepted خلاص ما تقوليش he didn't accept بيتمنى دلوقتي خلاص انه ما يقبلهوش يعني ما يقبلهوش دلوقتي بس كان هو بيقول لك قبل العرض زمان خلاص فانا عندي الكلام هنا بيدل على الماضي يجي حد يقول لي ما ناو يا عمي هو بيقول قبل العرض زمان وهنا بيقول يا ريتني ما قبلت زمان خلاص طيب في نمبر 51 I hear that you are going on holiday to the countryside next week. لما عندي next week بيتكلم في المستقبل يبقى يا اما كود يا اما ود تعال نشوف الفعل المكتوب قبل وش I والفعل اللي بعدها I يبقى ناخد could go. 52 I dream of studying medicine بحلم من ادرس طب when I go to university لما اروح الجامعه ان شاء الله I wish I a good doctor اتمنى اني ابقى دكتور كويس يبقى الكلام ده في المستقبل بيقول انا بتمنى لما اروح الجامعه ان شاء الله وبحلم يعني يبقى حاجه في المستقبل يا كود يا ود ده نفس الفاعل طبعا تاخد كود بي في 53 بيقول هي وشد هو تمنى هي ميدسن ات يونيفرستي في الجامعه 5 years ago ده عندي اجو يبقى ده ماضي تام يبقى هاد ستاديد 54 وات ا بيوتيفول كار يا لها من سياره جميله يقول ما شاء الله بس يقول يا لها من سياره جميله اي وش اي A car like it أتمنى أن يكون معي عربية زيها تمام دي مضارع ما تنفعش ودي ما تنفعش اللي ينفع معي had owned could own لكن بتقول بتمنى في المستقبل أن يكون معي عربية زيها فأقول could own كان ممكن أقول had owned لو عندي كلام بيدل على الماضي طيب في 55 بيقول I wish I more revision this year
تسير دي بقى بتدل على ايه؟ والله حاجة محيرة خالص. اللي هيخليني اتأكد من اجابتي واقول كلمة زي سير دي بتدل على ايه هو مجموعة الاختيارات اللي قدام. بيقول انا اتمنى اني اقوم بعمل مراجعة. زي سير هذا العام. يبقى اقوم بعمل مراجعة. يبقى دي عشان منفية مش هتنفع عشان النفي. اوكي؟ طيب وود دو مش هتنفع وود عشان اي واي نفس الفاعل. خلاص؟ عندي هادنت وعندي ديد. فبيقول اي ويش اي هادنت دون. واحد يكون قاعد كده يعني في الامتحان ويروح ربنا يكرمه ويحل، يقول يا للاسف انا رجعت، يا ريتني ما رجعت، كان نفسي اسقط في الماده دي. طبعا الكلام ده مش منطقي، مش تنفع هادنت عشان دي منفيه. بتنفع الوحيده كلمه ايه؟ كلمه ديد. طيب في 56 بيكرر نفس الكلمه ويقول لك ذس يير. خلاص؟ فبيقول اي جاست ويش اي هاردر ذس يير. اتمنى اني يعني يا ريتني اجتهدت او ان انا اجتهد. طيب انا بدور على كلمه وركد على اساس انها تمني في المضارع، ما عنديش وركد خلاص، لكن عندي وود وورك. بقول زي سير يعني السنه دي ان شاء الله ربنا يكرمني فيها كده ونفسي اشد حيلي فيه، فممكن اقول وود وورك. طب وود مش هتنفع عشان ده اي واي نفس الفعل، يبقى وود مش هتنفع عشان نفس الفعل، فتفضل معايا هاد هاد وورك. في 57 بيقول he would like to be better at sport، نفسه يبقى كويس في الرياضة. he wishes he better at sport، يتمنى يبقى كويس. طبعا is و has been مش هينفعوا، تنفع عندي where وتنفع عندي would be، لكن ده نفس الفعل ما تاخدش would تاخد could، فتنفع ايه where. في 58 بيقول I wish I my time in the holidays، وقتي في الأجازة. بقول أنا يا ريتني ما ضيعت وقتي، ريتني ما ضيعت وقتي في الأجازة، I hadn't wasted. دي مثبتة مش هتنفع، ودي مثبتة. طب ما دي منفية، ما ضيعش وقتي في الاجازه اللي لسه هتاجي. يا عم ده نفس الفاعل بياخد كود، ياخد كود انت ما ياخدش كود. طيب في 59 اخر سؤال I wish I what I was doing at the weekend، دي مضارع ودي مضارع ودي مش هتنفع عشان ده ماضي مستمر واصلا فعل نو مش بيحطوا له اي ان جي خالص، فالاجابه الوحيده هتنفع كلمه نيو. اتمنى اني اعرف ماذا كنت افعل في اجازه نهايه الايه نهايه الاسبوع. اوكي كده خلصنا التدريبات، واتمنى يعني يكون الدرس ده بالنسبه لكم بيجي حاجه كده بيس اوف كيك يعني ان شاء الله. تعالوا بقى طبعا زي ما احنا متعودين في كل ما بناخد قاعده بنحل معاها مجموعه من الترانزليشن التراجم عشان نتعود عليها، عشان امتحانات كده قربت ان شاء الله. تعالوا نحل مجموعه من التراجم. السؤال الاول في التراجم بيقول تايم از لايف، الوقت هو الحياه طبعا. اند زو ات كان بي ريكفرد وي اوفن don't use it wisely in order to succeed in life. الترجمة الأولى بتقول time is life يعني الوقت هو الحياة، الوقت هو الحياة. and though دي معناها بالرغم من، أقوله بالرغم من أننا can't أو إنه يعني can't be recovered، أننا لا يمكن أن نعوضه، ممكن أقول لا يمكن أن نستعيده، ما نقدرش نستعيد الوقت اللي بيضيع ده. We often don't use it، في أننا often عادة أو غالبا يعني don't use it لا نستخدمه بحكمة، لا نستخدمه بحكمة. In order to succeed in life، لكي ننجح أو ممكن أقول لكي نكون ناجحين، لكي ننجح في الحياة. دي الترجمة الأولى. الترجمة الثانية بقى اللي هي بتقول we can't ignore the fact، يعني لا يمكن أن، كلمة ignore يعني نتجاهل، لا يمكن أن نتجاهل الحقيقة. خلاص الحقيقة ذات education، أو يمكن نتجاهل حقيقة، أو الحقيقة مثلا تنفع، أو نقول حقيقة الاثنين، حقيقة أن التعليم education is in our country في بلادنا، نقول في بلادنا برضو needs يحتاج، يحتاج إلى an urgent rescue operation. Operation يعني عملية، وريسكيو إنقاذ، عملية إنقاذ، وكلمة urgent معناها عاجلة أو معناها طارئة،
للإنقاذ عاجلة أو طارئة. طيب الترجمة الثالثة بتقول The reform of education، إصلاح التعليم، is an urgent must. يبقى إصلاح التعليم هو must، معناها ضرورة، هو ضرورة عاجلة أو ممكن أقول ضرورة طارئة عشان كلمة urgent، أو ضرورة ملحة أو ضرورة حتمية تنفع برضو. even if we spent، حتى ولو أنفقنا، حتى ولو أنفقنا billions of pounds، مليارات الجنيهات عليه on it. number 4، رقم 4 بيقول we erect schools، يعني نحن أو إننا نشيد أو نبني المدارس، with many rooms، بحجرات أو بفصول كثيرة أو عديدة، حجرات عديدة، and expensive apartments، يعني وتجهيزات مكلفة، تجهيزات مكلفة for teaching، للتدريس أو لكي نقوم بالتدريس أو لعملية التدريس. but all we offer، ولكن كل ما نقدمه to the play instinct، لغريزة اللعب، instinct معناها غريزة، لغريزة اللعب هو مجرد ايه بقى، بس انا ما عنديش كلمة just عشان اقول مجرد، هو small concrete space، مساحة خرسانية صغيرة بس كده. اوكي طيب في رقم 5 يقول what is invested in education، ما مبني المجهول ده على فكرة، ما يستثمر، ما يستثمر في التعليم now الآن will benefit the country، سوف يفيد البلاد أو الوطن يعني، and all its citizens، وكل المواطنين، في المستقبل in the future. الترجمة من عربي الإنجليش قل أول واحدة، هناك بعض قواعد النظافة الشخصية، أبسطها أن تغسل يديك قبل الأكل. فهتلاقي معظم الناس لما تيجي تبدأ الترجمة بتقول هناك، يعني there is، there are، there was، there were كده يعني. أوكي فلما يجي ترجمة أقول there is some، there are some rules of hygiene، النظافة الشخصية، the simplest of it، أبسطها يعني، is to wash your hands before eating. دي الترجمة المباشرة اللي 99% من الناس هتعملها، لكن حاول تعمل صياغة جديدة للجملة. ممكن أقول أبسط قواعد النظافة الشخصية هو أن تغسل يديك قبل الأكل، فهتلاقي نفسك مش بادئ زي ما كل الناس بادئة. والمصحح لما يشوف طريقتك في صياغة الجملة من جديد، هي دي اللي هتبهره أكتر من إن أنت تكون كاتب الكلمة مظبوطة. يعني عارف ممكن يكون النظافة الشخصية دي غلطان في كتابتها، هايجين دي مثلا جات معاك كده حروف الجي وبدل الاي واي بيجي وهاصت كده معاك الحكاية، ممكن المصحح يتغاضى عن الأخطاء دي في مقابل إن أنت عملت صياغة ممتازة للجملة. فهو بيصحح، كل ما بيجي قدامه السؤال ده ويصحح الطالب يلاقي مكتوب زير زير زير، كله بادئ بزير، لكن هو بيصح كده فجأة لقي قدامه ورقة بتقول ذا سيمبلست، يعني أبسط. أو واحد كمان بادئ بطريقة تانية مختلفة بيقول غسل الأيدي قبل الأكل هو أبسط قواعد النظافة الشخصية، هي نفس الحكاية. فأنا بص كده على الترجمة اللي هترجمها لك دي، وأنت في إمكانك إنك تترجم الترجمة المباشرة، بس أنا هعمل لك العادية وأعمل لك التانية. ناخد الترجمة العادية، أول واحد اللي هي بتقول there are some rules of hygiene اللي هي النظافة الشخصية، the simplest ببسطها يعني is to wash
your hands before eating, قبل الأكل. طب بص بقى الترجمة التانية، الطريقة المختلفة بقى، يقول washing your hands، غسل الأيدي before eating، قبل الأكل، is one of the simplest rules of hygiene، من أبسط قواعد النظافة الشخصية. يبقى غسل الأيدي قبل الأكل من أبسط قواعد النظافة، النظافة الشخصية. في عندك دي صح وفي عندك دي تنفع صح، الاثنين مظبوطين، بس أنا بفضل إن أنت تبدأ إيه بطريقة مختلفة، عشان إيه يعني، عشان تبقى تدي شكل كويس قدام المصحف. لذلك أنا عندي قاعدتين مهمين جدا أنا وفي اللجنة، وبحب أكد عليهم من بداية السنة، كل شوية أفضل أقول نفس الكلام ده. في الترجمة خليك كرياتيف، خليك مبدع في الترجمة، اعمل حاجة كده مبدعة يعني مختلفة عن باقي الناس. في سؤال المحادثة خليك سيمبل، إياك تبدع يعني، في سؤال المحادثة خلي إجاباتك بسيطة، كون سؤال بدأ تستفهم فعل مساعد وفعل، بلاش تروح تجيب لي طريقة لافة بعيدة ما تخطرش على بال المصحح. لا، في المحادثة مش عايزين حاجة ما تخطرش على بال المصحح، عايزين حاجة موجودة قدام المصحح، عشان هي المكتوبة قدامه في نموذج الإجابة هي يروح مديك عليها الدرجة، أوكي؟ تبقى حاجة بسيطة، تمام؟ لكن في الترجمة عاوزينك مبدع، عشان الإبداع في الترجمة هو اللي بناخد عليه درجات، وممكن يغفر لنا المصحح، يغفر لنا خطأنا في سبيلينج، في أي حاجة، في كلمة ما عرفناش نترجمها كويس، وجبنا حاجة بدالها، مقابل إيه بقى؟ يسامحنا على الغلط ده، مقابل إن إحنا نعمل صياغة جيدة للجملة. طيب ندخل على السؤال الثاني اللي هو بيتكلم عن قاعدة النهاردة بقى، اللي هو أتمنى لو أنني أخذت بنصيحة والدي عندما كنت صغيرا، فأروح أقول I wish I had، عايز أجيب الفعل بقى هنا. هو بيقول أخذت بنصيحة والدي، يعني أخذت بنصيحة والدي؟ يعني اتبعت نصيحة والدي، فبلاش تقول taken، خلي I wish I had followed، مش follow معناها اتبع، I wish I had followed، ما تخليش واضع السؤال يمشيك على مزاجه، انت تغير الجملة على مزاجك انت وبطريقتك انت اللي شايفها صح، وما تخافش والله هتلاقي نموذج الإجابة مكتوب كده بعدين، اوكي؟ لك مبدع في الترجمة. I wish I had followed my father's advice عندما كنت صغيرا، اقول when I was young، عندما كنت صغيرا، when I was a child، عندما كنت طفلا، تمام؟ اقول when I was little، عندما كنت صغيرا برضو. رقم ثلاثة، يجب ان تعرف ان المال وسيلة لا غاية، يبقى نقول you should know، لابد ان تعرف that money، ان الاموال يعني او المال يكون وسيلة، يبقى is في كلمة يكون هنا، that money is a means، كلمة means معناها ايه؟ معناها وسيلة، is a means not، وليس غاية اسمها an end، وليس غاية. فيجب، خلي بالك قبل ما تقول يجب لازم تجيب فا، تقول so، فيجب ان تستثمر انت، يبقى so you should invest، invest معناها استثمر، invest money in useful projects، استثمروا في مشروعات، مشروعات ناجحة، projects. طيب في الترجمة اللي بعديها بيقول المعرفة قوة، وهي ما يميز البشر عن غيرهم من المخلوقات. المعرفة اللي هي knowledge، طبعا ده اسم ما ينفعش يبقى معرف، خلاص knowledge عشان ما حطلوش زاء قدامه. knowledge is power، قوة، يكون حد يقول strength قوة، ماشي اوكي خلاص. and عايزين نقول وهي ما يميز البشر، and it يميز، distinguishes عشان it طبعا مفرد، and it distinguishes
ممكن اقول اند ويتش ديستنجوشز، خلاص ممكن ما اجيبش اند اصلا، اقول ويتش ديستنجوشز، يعني ممكن اشيل اند ات دي واحط مكانها كلمه ويتش، اقول ويتش ديستنجوشز التي تميز البشر اللي هم هيومنز فروم، تميز البشر من ايه؟ من غيرهم من المخلوقات اللي هم other، وكلمة مخلوقات اسمها creatures. طبعا ما ننساش ان الترجمة مهما كنت فنان فيها محتاجة ان انت تكون حافظ كلمات كتير. ضف اللي بعديه بيقول اتمنى بشدة، معظم الناس وقفت في كلمة بشدة فقال I very wish، I wish very، يا عمي دي سهلة خالص، I really wish، انا حقا بسيطة والله، انتوا بس يعني حاول ما تخليش المصح يمشيك على مزاجه. I really wish to join، أن ألتحق to join كلية الطب، to join the faculty، ربنا يكرمكم جميعا إن شاء الله، كل واحد يروح الكلية نفسه فيها، faculty of medicine كلية الطب next year العام القادم، and become، عشان عندي to join واقول to become، okay and to become a successful doctor، واكون طبيبا طبيبا ناجح ان شاء الله، كلكم ان شاء الله تكونوا ناجحين في كل حال. في رقم 6 بيقول ان الجهود التي تبذل، كلمة جهود معناها efforts، بص بقى معايا كده، الجهود التي تبذل، في التي اللي هي which، اوكي، وتبذل ده مبني للمجهول، يبقى efforts which are done، وممكن اقول is done باعتبار انها لا تعد يعني. طب انا ممكن احذف الكلام ده كله واقول which are done، ده دمار الوسط، وحط مكان التصريف الثالث فقط، اقول efforts done، ممكن اقول efforts being done، الاثنين ينفعوا على فكرة، يبقى ممكن اقول ترجمة مباشرة اقول efforts which are done، او ممكن اقول efforts done، حذفت اداة ضمير الوصل، حذفت الverb to be وخليت التصريف الثالث واحد عشان دخلناه في الوحدة الرابعة حذف ضمائر الوصل، او ممكن اقول being done، تبقى efforts done التي تبذل من اجل، من اجل دي معناها فور، بس لو جبت فور يجيب وراها اي ان جي او اسم، او ممكن اقول تو يعني لكي، يبقى تو يحسن الصحة تو امبروف هيلث، لا يمكن ان تتم بنجاح، عارف كلمة لا يمكن ان تتم بنجاح دي معناها ايه؟ لا يمكن ان تنجح، او لا يمكن ان تكون ناجحة، لا يمكن ان تكون ناجحة يبقى اسمها كانت بي، عندك اجابتين بقى، يا اما تقول كانت بي سكسسفول لا يمكن ان تكون ناجحه، او عندك اجابه ثانيه تقول كانت بي ا سكسس لا يمكن ان تكون عملا ناجحا. كلمه الا بتعاون الافراد اقول بدون تعاون الافراد، من غير تعاونهم يعني، من غير تعاون يعني بدون، تبقى without the وتعاون cooperation between ما بين the individuals بين الأفراد and the government والحكومة، اوكي ترجمة سهلة بس احنا نعيد صياغتها من جديد هنلاقي الموضوع بسيط، اوكي موقفش اقصاد اللي هو جايبهولي، وابقى ان انا مصر على ان اترجم بنفس الطريقة اللي هو وضع السؤال او وضع الامتحان جيبها لي، لا انا احاول اغير فيها حلاقي الجملة بقت سهلة معاي واتفه مما اتخيل. طيب في ترجمة موجودة في التست هنحلها دلوقتي. الترجمة الاولى بتقول we have to arrange a time، كلمة arrange معناها يرتب طبعا، خلاص مش منقول نرتب وقت، معناها نحدد موعد، يبقى علينا ان نحدد موعد، خلاص، او نرتب اوقاتنا او نحدد وقت لكل شيء we need to do، نحتاج ان نفعله،
ممكن ما نقولش نحتاج أن نفعله، نقول نحتاج أن ننجزه، نحتاج أن نحققه، تنفع يعني. And never leave anything، وألا نترك أي شيء، never leave anything for chance، للصدفة أو لكي يأتي من قبيل الصدفة. ترجمة الأولى سهلة. تانية most people agree، معظم الناس يتفقون that there is no place like home. يبقى نقول رقم اتنين، معظم الناس يتفقون، ممكن نقول يعتقدون على فكرة، ها؟ يتفقون أنه لا مكان مثل البيت، أو لا يوجد مكان مثل البيت. في ناس ممكن ما تكتبش البيت، ممكن تقول الوطن، ما هوم دي معناها الوطن برضه. It's more than just a place، وإنه أكثر من كلمة just، هنا هنترجم على إنها أكثر من مجرد مكان نقيم فيه، أكثر مجرد مكان نقيم فيه للإقامة. It's part of one's life and personality، وإنه جزء من حياة الفرد والبرسوناليتي دي وشخصيته. اوكي تمام. طيب دي الترجمة اللي هي من انجلش لعربي. الترجمة من العربي للانجلش بيقول هل فكرت في معرفة المزيد؟ هل فكرت دي بتكلم عن ايه بقى؟ مضارع تام، فاقول له have you، التصريف الثالث بتاع think اللي هو thought. Have you thought؟ ممكن حد يقول have you ever thought، بس دي تبقى معناها ايه؟ هل سبق لك ان فكرت؟ فنشيل كلمة ever طبعا، نقول have you thought. في معرفة، كل اللي هيقول كلمة معرفة يقول لك معرفة معناها knowledge. هل فكرت ان تعرف المزيد؟ معنى الكلام كده، هل فكرت ان تعرف او تتعلم؟ يبقى have you thought to learn. ممكن ما اقولش to learn، ممكن اقول about learning، يعني ينفع الاثنين. لو قلت تو جبرها مصدر، about جبرها energy، about learning انك تتعلم، more المزيد، about عن the كلمة مؤلف طبعا عارفين نسميها author، حافظينها بالكلمات. the author of هذه الرواية الشيقة، اقول of this exciting او interesting طبعا تنفع، exciting رواية نوفل. تمام. طبعا عندي ترجمة تانية خطرت في بالي دلوقتي، كنا اقول مش of this exciting novel، اقول of such، هشوف دي كلها دي اخليها such، خدناها في الوحدة السابعة دي، such an exciting novel، تنفع الاثنين. طيب الترجمة اللي وراها اللي بتقول يجب ان نهتم بالتربية البدنية، يبقى we should care about، we should care about physical education اللي هي مادة البي اي اللي هي الألعاب يعني التربية البدنية. we should care about physical education في المدارس in schools، حتى نستطيع ممكن أقول to، ممكن أقول in order to، معناها لكي، in order to نربي جيلا قويا. ممكن اقول bring up، to bring up، وممكن نقول اجابة تاني ممكن نقول raise، انا يربي برضو، to bring up جيل قوي. يبقى نقول قوي الاول الصفة وبعدين نقول جيل، كلمة قوي يبقى strong، strong a strong generation، generation طبعا معناها جيل، strong generation يخدم بلده. ممكن تقول الذي يخدم بلده، طب ما تقول جيل قوي هيعمل ايه؟ سوف يخدم بلده او لكي يخدم بلده. يبقى نقول to، كلمة يخدم اسمها serve، ممكن حد يتصرف في الامتحان ويقول help تمشي، to serve his country، كي يخدم بلده. كده حلقة النهاردة او فيديو النهاردة خلص، وكده معانا فيديوهين ان شاء الله ونخلص
المنهج زائد فيديوهين في القصة، فيبقوا على بعضهم 4 فيديوهات إن شاء الله. وده تقريبا ممكن يكون آخر فيديو في السنة دي، سنة 2019. الفيديو اللي جاي إن شاء الله هيكون في بداية 2020، يعني إحنا معانا 4 فيديوهات، يكون إن شاء الله خلصوا على بالكثير إن شاء الله على يوم 15 بإذن الله في الشهر 15 واحد أو قبل 15 واحد، وده يكون كده حققنا اللي إحنا الديدلاين اللي إحنا كنا عاملينه من بداية السنة، إن إحنا نخلص المنهج في نص شهر واحد أو في بداية شهر واحد. احنا كان المفترض ان احنا نخلصه في بداية شهر واحد، لكن حصلت بعض الظروف كده اللي منعتنا ان احنا نخلص بدري شوية. فان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله وما تحصلش اي حاجة تاني، ونخلص منهجنا بدري بسرعة ان شاء الله. خلوا بالكم في الايام اللي جاية دي بعد ما نخلص هنستخدم كتاب، الكتاب ده طبعا انا هعمل له فيديو خاص هقول هنستخدم كتاب كذا وكتاب كذا عشان نحل فيهم. اوكي يا شباب، ربنا معاكم إن شاء الله، وشكرا لحسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.